السلام عليكم ومرحبا بكم في تلفزيون شات انفو. اليكم العناوين هنا اليوم. في صباح اليوم الجمعة 17 نوفمبر، رئيس الفترة الانتقالية محمد إدريس ديبي إتنو شال البطاقة هيلة الانتخابية هيلة الاستفتاء على الدستور في حي جنب الجاتو الفي ديزيم أرونديسما في العاصمة التشادية عن جمينة. وفي العملية هيلة الشيلين للبطاقة دي، رئيس الفترة الانتقالية سوى عملية توزيع البطاقات الناخبين وأضاف توقيعه في السجل الانتخابي قدام أسمة، واستلم البطاقة الرسمية هيلة الانتخابات، والبطاقة دي تسمح لي للإجابة بالسؤال بنعم أو لا. السؤال هو: هل توافق لمشروع الدستور المقدم لك اللي يشكل الوحدة للدولة؟ اللجنة الوطنية المسؤولة من تنظيم الاستفتاء الدستوري أطلق اليوم التدريب الرسمي لأعضاء مراكز الاقتراح. وقال الدكتور ديفيد أودينجار الهدف من التنظيم ده ليسمح لمختلف الأعضاء عن المراكز التأكيد من كل المشاركين في عملية التصويت أو الفوت المرتبطة بالانتخابات، ويكون عندهم كل الشروط القانونية والتنظيمية ليكمل في يوم 21 نوفمبر سنة 2023. في يوم 17 نوفمبر سنة 2023 تم تعيين المراقب العام أحمد إبراهيم غورو مدير عام بموجب رقم PTPM 3529 وMSPS سنة 2023 بتاريخ 5 نوفمبر. والمدير العام إبراهيم أحمد غورو جاء في مكان المراقب العام القديم علي آدم تولي، والمدير العام الجديد قال يدور النائبين الاثنين ويدور يحطهم في منصبهم. مزيد من التفاصيل مع مريم يونس أحمد. فضل تماما شهر للانتخابات الاستثنائية، يا التدريب ده بدؤه وبخص بس الأعضاء هن البيرو هن الفوت الهدف يقوي كفاهاتهم. اليوم عندنا خبراء هم قاعدين مستعدين لشان معكم تناقشوا وتبادلوا على أفكار وتلقوا رأي الواحد في القانون بخصوص الانتخابات، وده شيء مهم لأن كنتوا لسه قاعدين ما ناس ما عينوكو كبس، ناس كلكم عندكم خبرة في الانتخابات، والفرصة لسه دوكو ده ليشان تناقشوا عن بيناتكم و بمانير براتيك توصفوا شيء بكون وكم كان كيف الناس القاعدين بيجري بيرو دو فوت ده يقدروا يسيرمونتي. بتن ده العيون موجهة لهم عشان ينطل أكيدة هنت الانتخابات التبقى يوم 10 و7 ديسمبر بطريقة هنت التدريب ده أضهن المكتب هن الفوت بدور بأكده بكونه كل المتداخلين هن العملية هنت الفوت عندهم نفس الإفة في الإمكانيات هنت الانتخابات. ده الكلام القاله دكتور دافيد أودينجار. في يوم 17 نوفمبر سنة 2023 تم تعيين المراقب العام أحمد إبراهيم غورو مدير عام بموجب رقم PTPM 3529 وMSPS سنة 2023 بتاريخ 5 نوفمبر. والمدير العام إبراهيم أحمد غورو جاء في مكان المراقب العام القديم علي آدم تولي، والمدير العام الجديد قال يدور النائبين الاثنين ويدور يحطهم في منصبهم. مزيد من التفاصيل مع مريم يونس أحمد. المدير العام للشرطة الوطنية درجوا رسميا في خدمته قبل ما يعينه يوم 10 و7 نوفمبر. المدير الجديد للشرطة الوطنية إبراهيم أحمد غورو بقى حارس شخصي عن الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في نفس اليوم الأيونو فوق الكولونيل عن الأسقر. وفي الشرطة الوطنية عنده درجة عن المفتش العام عن الشرطة وقعد بكونه بشيل مسؤولياته. مدير العام الجديد عن الشرطة إبراهيم أحمد غورو بدلاه للمفتش العام علي آدم تولي الأيونو في شهر 5 سنة 2023. الأخبار المختصرة عن يوم الجمعة يوم 17 نوفمبر سنة 2023 المقدمة من تلفزيون شات انفو. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم أعلن يوم الجمعة يوم 10 و7 نوفمبر الأسبوع العالمي عن التوعية في المقاومة ضد الميكروبات. تشات قاعدة تحتفل أي ما سنة يوم 10 و8 إلى يوم 10 و4 نوفمبر بالأسبوع العالمي للتوعية ضد الميكروبات.
والمناسبة دي سوى توقية للمواطنين في الخطورة عن استعمال الماء أديل هن الدواء. البرنامج يود كونكتشات أطلق يوم الجمعة يوم 10 و7 نوفمبر هن سنة 2023 في أنجمينة نشاطات هن المشروع اللي بيسموه المشاورة الوطنية للشباب التشادين. والبرنامج ده هدفه يأسس فوقا مساحة للحوار والتبادل بين الشباب والمنظمات عن المجتمع المدني أي السوسيتي سيفيل في الصعوبات والفرصة للشباب التشادين. والمشروع ده هدفه ينطو فوقا خيمة للمبادرات والابتكار عن الشباب في مجال عن التربية عند العمل وريادة الأعمال عند التكنولوجيا. والأمين العام النائب الثاني خشم الكلام عن الحركة الوطنية للإنقاذ MPS برنار باداري جان برنار باداري قائد بواصل جولة حقا في مايو كيبي يوم 10 و7 نوفمبر فات في مخاطعة ناناي ودي المرحلة الثانية من جولته. المسؤول هنا MPS حجم المسائل التخليدين قال لي يبقوا مسألة للتعايش السلمي. اليوم العالمي للطلبة هو يوم مخصص ولا يوم سبيسيال لجميع طلاب المدارس، وبمناسبة اليوم ده قليل من الطلاب ما يعرفوا اليوم ده، عشان ده الفريق أنا تشات انفو مشوا ولموا مع بعض من الطلاب المدارس وسألوهم من اليوم ده وشنو رسالتكم في اليوم ده. مزيد من التفاصيل مع حبيبة انجيني محمد. ما بعرفه قدر اليوم يوم 10 و7 نوفمبر ده بيصادف اليوم العالمي هن الطلاب، وده يوم خصص لهم من طول عشان يطالبوا أوضاع أفضل هن القراية. كتير من الطلاب قالوا هم ما عندهم خبر بكون اليوم ده مخصص لهم، وده يوم البسمة لهم يطالبوا فوقه أوضاع أفضل هن القراية. نص من المشاكل هن السنة الطويلة عدم البنى هن الاستقبال، وكمان ما عندهم معلمين عندهم نوعية. الطلاب قاعدين بطلبوا من الحكومة تحسن لهم أوضاعهم القراية. ونذكر بكون اليوم ده اختاروه بعد الوفاة الحزين هن 9 طلبة في وقت الحرب العالمية الثانية يوم 10 و7 نوفمبر سنة 1939. في المشروع أنا باب الأمل، المشروع ده استفاد منه 28 شاب من التدريب الميداني ومجال البناء والميكانيكا هي للسيارات أو الوتائر، والتدريب ده سووه في خطة عملية ليدربوا فوق الشباب في عدة مجالات أخرى. مزيد من التفاصيل مع حبيبة أنجيني محمد. بعد سنتين الفائزين هن القسم الثاني هن التدريب للتعليم المشترك، أنتهم شهاداتهم من تلكمالة هن التدريب. التدريب ده بدخل في إطار هن المشروع بهب الأمل، والمشروع ده هدفه الاندماج الاجتماعي المهني هن الشباب الضعفاء. كل المنسق عن المشروع بهب الأمل لو كورسيرش قال الحفلة دي هدفه يشكروا الالتزامات والفوز هن كل الطلبة الأنطوا كل جهودهم لينجوا، وكمان طلب منهم خليك عندهم أخلاق في الخدمة. هم كلهم كيه 28 شاب القوة إرفتهم في الميكانيك الميتالي، أي واحد منهم أنتو أدوات هنا خدمة عشان يسهل لي الدخول في الحياة المهنية. وإلى هنا وصلنا لآخر أخبارنا على اليوم. تلفزيون تشات إنفو يتمنى عليكم السلامة والصحة والعافية. في أمان الله.